منا صباح الخير. الضحكة على وجوههم والابتسامة على وجوههم لدخول المدارس طبعا، وين الكشرة بتكون على وجوه الأهالي. صباحكم بالخير بأوائل أيام شهر تشرين الأول 2013، عالم صباح جديد وعدد جديد، ورح نطرح مواضيع جديدة طبعا خلال هالشهر. مثل ما تعودتوا علينا كل شهر تقريبا منعالج موضوع معين من خلال فقراتنا وضيوفنا، وهالشهر نحن تزامنا مع العودة للمدارس لكل الطلاب رح نحاول نعالج هالموضوع من كل جوانبه بظروف لبنان المعيشية الاقتصادية والأمنية. طبعا رح نتطرق لعدة مواضيع، للمدارس الرسمية، للمدارس الخاصة، للأقساط، لكل جوانب هالموضوع نعالجها. وبدنا يكون تشاركونا همومكم من خلال تبعتوا لنا رسائل وفيديو تحملوها، إذا كان على الفيسبوك، إن كان على تويتر، أو إن كان على عبر الإيميل، أو طبعا عبر أبليكيشن فيوتشر على الموبايل اللي عندكم. طبعا إحنا بانتظار كل أجوبتكم وكل تساؤلاتكم وكل مواضيعكم تحبوا تطرحوها خلال هالشهر، ونحن رح نعالجها كلها. رح نحاول قد ما فينا نفيد، وإن شاء الله نقدر نفيد، لأنه بعرف إنه القسط مش هين. وبدي أتوجه من كل المدارس الخاصة والمعنيين على المدارس الخاصة، يا جماعة روقوا علينا وروقوا على الأهالي، لأنه ما بتخيلوا قد الحمل كتير كبير، وخاصة إذا عند العيلة أكتر من ولد، ولدين أو ثلاثة أو أربعة، ما أعرف إذا بعد بيجيبوا أكتر من أربعة أولاد، يعني هيدا الماكسيموم صار هالأيام. أنا رح أطرح سؤال على الفيسبوك، وبدي منكن كلكن تشاركوني عبر الفيسبوك وتجاوبوني، ورح نقول طبعا أجوبتكن خلال النهار. فاتوا أولادكن على المدارس، كيف الوضع؟ لأيكم أهونوا هالسؤال، بعرف أنه كلكم رح تقولوا لنا الوضع قدي حلو وقدي الابتسامة على وجوهكم وقدي الحمل خفيف مش كتير تقيل. على كل حال خلال هالشهر تابعونا يوميا، واليوم طبعا نحن رح نبدأ نحن وياكم من خلال فقرة مايا، بوقتها رح تطرح عليكم كمان شيء موضوع خاصه بالمدارس. فيكم تتواصلوا معنا عبر الفيسبوك www.facebook.com/alam.الصباح، تويتر @alamصباح عبر الإيميل، وفيكم تابعوا فقراتنا على futuretvnetwork.com، وطبعا ما تنسوا تحملوا اي شيء بتحبوا تحملوه على الابليكيشن للموبايل الخاصه بفيوتشر تي في. خلينا نشوف بهالفيديو شو في عنا ضيوف وفقرات لليوم الثلاثاء 1 تشرين الاول. عالم الصباح خصص شهر تشرين الاول ليشارككم بالافكار والهموم والمشاكل يلي بتتعلق بالتعليم والمدارس والجامعات بلبنان. حلقه اليوم بتبدا مع كارمن والابراج. جان لوي صباجي بيخبرنا عن آخر تصاميم وبيع الموضة مع هادية. كارلا بتطبخ وصفة تقليدية فلسطينية بخفيف نظيف. الأوركيدي وطرق الاهتمام فيها مع كندا بأرض ورد. كارمن بتستقبل اتصالاتكن وإيميلاتكن بزودياك. أغراض جديدة منشوفها مع دومينيك بتي في شوبينج. وضمن ملف المدارس بعالم الصباح، وين بيقدروا الطلاب يستفيدوا من الإنترنت حتى يتعلموا بوقتها مع مايا. شادي صباح الخير. صباح الخير جزائر. الحمد لله على السلامة، اشتقنا لك. أنا بعرف لك أربعة أيام رجعت، بس أنا ما كنت أنا وياك. فات ولادك على المدارس؟ هلا كل شيء كله هم، وعندي ابني هم. ليه؟ بكي، إن هذا كمان أول سنة؟ أول سنة، ما تتصور جوزيف كيف عم يبكي كان الصبح، أصلاً ما بده يفوت على المدرسة. أنا مش خلقان تفوت على المدرسة، أنا المدرسة يعني ببلش يخترع من هالأكاذيب، مثلا المدام تضربني، الأستاذ بتضربني، رفقاتي بيضربوني، موسخ الإيكول. يعني معدتي هيدي السبب هيدي قصص هاد، أوكي، واليوم بدي أروح على المستشفى خذوني، يعني قصص من هالنوع. فهيدا كمان الحلول رح تكون كمان موجودة، كيف بدنا نعالجها كمان بعالم الصباح. بس هيدا الهم اللي عندك ما في هم؟ يعني هيدا من أهم، هيدا الهم الصبح اليوم، هلا في هموم تانية بتكون شوي صغيرة أخف من هيدا الهم، لأنه هم الدمعة هم كتير كبير بالنسبة لي. طبعا يعني احنا بنتمنى تتسهل الامور معنويا وماديا لكل اللي عم يفوتوا على المدارس ولادهم، ما يكون في اي مشكله. صبحك بالخير، بصبح الجميع بالخير، ونهارنا رح يكون حلو سواء اذا الله رد. يلا نحن بانتظار شو عندك شادي اليوم، رح نرجع لك كذا مره. لكل المشاهدين بننتقل نحن وياكم عند كارمن والابراج ببدايه عالم الصباح. صبحكم
صباحكم بالخير. اليوم الثلاثاء 1 تشرين الأول أكتوبر، بداية شهر جديد، والقمر بيرافقنا فيه من برج ناري من برج الأسد. الجو جيد جدا كبداية للأبراج النارية، الأسد الحمل والقوس. كيف رح بيكون مطلع هالشهر لكل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، ما حدا بيقدر يوقف بدربك، لكن بدك تنتبه، بدك تعمل حساب الرجعة، ما تحرق خط الرجعة، لأنه معقولة بكرة وبعد بكرة والأيام المقبلة، يعني خلال كل هالأسبوع احتمال تكون في عندك مفاجآت غير سارة. اليوم نهار حلو فاستفيد منه، لكن اعمل حساب لقدام. أما بالنسبة للمولود الأكثر نشاطا وحماسي اليوم هو 14 إلى 18 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور مطلع هيدا الشهر رح بيكون شوي مزعج، لكن بكرة وبعد بكرة الأمور رح تتغير لصالحك. فقط مسألة شخصية بعد ما انتهت عم تشتغل عليها، لحتى يمكن يكون مطلع هالشهر شوي تقيل، لكن بترجع بتكافئك الظروف. إذا طول بالك اليوم على حالك، إن كنت مريض أو تعبان أو مسألة شخصية، بكرة وبعد بكرة انفراج، وبعتبر المولود الأوفر حظا بضل 2-3 أيار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء لازم تعرف انه هيدا الشهر كتير حلو بالنسبة لك، من الاشهر الحلوة والايجابية، وبدايته رح بتكون كتير حلوة، ما بتهدى، افكارك لامعة مميزة ايجابية حلوة تلفت الانظار، فما حدا قدك اليوم، وبعتبر المولود الانشط والاوفر حظا 2-3-4-5 حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان بداية هيدا الشهر بتحمل بعض المسائل المالية بالنسبة لك. مولود برج السرطان الأجواء بتحمل لك يمكن دعم، يمكن بتحمل أيضا مصروف عائلي، حدا بحاجة لمساعدتك، حدا بحاجة لدعمك. بجميع الأحوال ما تزعل، بداية الشهر شوي تقيلة، لكن بعدين بصير فيه انفراجات أكثر، وبعتبر المولود الأوفر حظا 2-3 تموز يوليو. بنكمل مع برج الأسد. مولود برج الأسد بداية هيدا الشهر، أصلا هيدا شهر كتير حلو بالنسبة لك، ما بتهدى فيه، هنالك كتير تواصل مع الآخرين، مع جهات بتعرفها ما بتعرفها داعمة لك. أما اليوم فيبدو وكأنك شجاع جريء، وفي شيء جديد بفكرك وحابب أنك أنت تطبقه، هيدا الشيء معقول يصير اليوم. وبعتبر المولود يلي لازم ينتبه من المجازفات كليا 15-16-17 آب أغسطس. ننتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء بعد ما بلشت عندك الصفحة الجديدة اليوم بداية هيدا الشهر، أول شيء لازم تعرف أنه هيدا الشهر كتير حلو لك، فما تتفاول منه، بالعكس تماما. صحيح اليوم في هدوء، اليوم في تريث، في مراوحة مكان، في انزعاج وفي تعب وفي يمكن خيبة أمل، لكن بكرة بعد بكرة نظرتك للأمور كلها رح تتغير، فطول بالك وما تقوم بعمل تندم عليه. بعتبر المولود الأوفر حظا 11-12 أيلول سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان. طبعا مولود برج الميزان هيدا الشهر شهرك، هيدي السنة الجديدة رح تبلشها رح تكون كتير حلوة وواعدة، لكن عودة لهيدا النهار اليوم في عند مولود برج الميزان في عجقة، في صخب، في اجتماعيات كتير حلوة ومهضومة ولافتة بالنسبة للمجتمع. الكل بيطلع عليك، الكل بيشجعك، والكل بيلاقي فيك اليوم ميزة كتير إيجابية. أما المولود الأكثر حظا فهو مولود 17-18-19 أكتوبر. ننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب هيدا الشهر بصراحة هيدا الشهر ما رح أقول فاشل، لكن الأسابيع الثلاثة الأولى منه حتى 22 أكتوبر فاشلين، فارغين من أي حماسة، فارغين من أي جديد، من أي جديد، ما تاخد قرار، ما تعمل شيء، حتى لو جربت يمكن تطلع سلتك فاضي. تحديدا اليوم نهار متعب، نهار متطلب، ونهار معقولة فعلا يحطك تحت الأنظار والناس كلها تعديك، أو نهار العالم كلها تستفزك. كون حذر جدا اليوم، وبعتبر الأقل حظا 2-3 نوفمبر تشرين الثاني. منكمل مع برج القوس. هيدا الشهر أفضل من شهر أيلول،
لذلك مولود بشر القوس ما عندك أي عذر لحتى تقول أنه يي كل الأيام سئيلة مزعجة وفاشلة أو متطلبة وصعبة. اليوم نهار حلو بالنسبة لك، نهار بيعطيك حماسي وأمل وتفاؤل وقدرة لحتى أنت تروح بالاتجاه اللي أنت بتريده. أجواء جيدة جدا بيزقفوا لك وبيشجعوك وبيعطوك قوة وبيشحنوك بالطاقة لحتى تكمل. بيبقى المولود الأوفر حظا 2 3 4 و 5 ديسمبر كانون الأول. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي هنالك مناورة، هنالك مسألة عم تاخذ وتعطي فيها لحتى يمشي حالها. الجو اليوم يمكن في بعض الحسابات المالية، أصلا كل هيدا الشهر شهر كتير مهم، فضروري ضروري تكون جاهز لأي شيء شو ما كان اختصاصك. الجو اليوم بطلب منك تاخذ وتعطي أكثر ليمشي الحال، والأنشط هو 9 10 11 كانون الثاني يناير. منكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو كل هالشهر حلو، خليني حدد أكثر، الأسابيع الثلاثة الأولى حلوة. أما بالنسبة لليوم بداية الشهر شوي مزعجة، بتحس حالك إنه يي بلشنا الشهر على مشكل أو خلاف، لا طول بالك، هاليومين اللي مرقوا امبارح أو امبارح واللي اليوم كمان عم تنزعج أو عم تتضايق خلالهم هن غيمة صيف وعابرة، طول بالك، خلي الأمور ترتد عنك السلبيات وما تنجرف وراها. الأكثر تعبا بعده 30 31 كانون الثاني يناير، بنضيف لهم 1 ل 5 شباط فبراير. نوصل لاخر الابراج، برج الحوت. مولود برج الحوت اول شيء هيدا الشهر احلى بألف مره من شهر ايلول، لذلك الماضي صار ورانا، هلا بدنا نطلع لقدام. بدايه هيدا الشهر نوعا ما بتحمل لك تعب، بتحمل لك واجبات وكانه في شيء ما خلصته بشهر ايلول سبتمبر وهلا بدك تبلش فيه. اول ثلاث ايام اربع ايام بهيدا الشهر ثقيله متطلبه، كل التقل موجود بهالثلاث ايام، فحاول انك تنظم وقتك، تكون فعلا عارف حالك شو عم تعمل، ما ترتجل. وبيبقى الاوفر حظا الانشط والاوفر حظا 8 9 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. هيدي سنه نشيطه ناشطه فعاله على مختلف الاصعده، اجتماعيا عائليا وايضا مهنيا، سنه كثير حلوه، بتحس حالك انه مدعوم، انك مش لحالك، وبتحس انه اهدافك سهله وقادر توصل لها. اكتوبر شباط فبراير حزيران يونيو هني افضل اشهر. هيدي كانت الابراج لليوم، اتمنى للجميع نهار حلو، الى اللقاء بكره ابراج جديده، باي باي. شكرا كارمن، بنشوفك بكره ببدايه عالم صباح، واليوم ضمن زودياك. لحظات قليله وبعدها بنعود لنتابع مع عالموضه مع هاديه. منا 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 منا